يعني يا ريت لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك مفيد جدا والله يا اخوانا. اصحاب قنوات اليوتيوب بينصحوا ان اللايك ده مفيد لعضلات القلب عند اصحاب القنوات. اسمع من اخوك. طب عايز ايه يعني؟ طب تعالى حمام. ايه؟ طب تعالى حمام. ايه؟ اجري يالا، اجري روح استحمى لوحدك يالا، مش قادر انا مش فاضي. ايه السواد ده؟ الواحد هيطلع كده بوش اسود قدام الناس؟ لا لا، البياض بياض القلب. صح يا اخوانا؟ اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج البحتحاني. الفيديو محتاج شرح ولا ايه بالظبط؟ مفهوم يعني؟ الواد بتاع الديسلايك ده اطلع بره الفصل يا حبيبي، اطلع بره الفصل يا بابا. ايوه شاطر، اقفل الباب وراك. مشكور يا حبيبي، مشكور. باي 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 باي. بقالي فتره ما بطلعش بوشي في الفيديوهات عن قرب كده. انا عايز امشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج البحبحاني وبتاع. بقالي كام يوم شغال في الشمس وشايفين السمار؟ سمار مفيش بعده سمار. ابص الفرق من الابيض للاسود، دي التفرقه العنصريه، حته اسمر وحته ابيض. يومين بس في الشمس كده بتاع فيديو الرحمون يرحمهم الرحمن. الفيديو بتاع النهارده انك تخلي بالك من اولادك، مش شرط من اولادك، خلي بالك من نفسك بس. الاستهتار نفسه يودي في داهيه. الاطفال عقلها على قدها، يعني ما تفكرش ان الطفل زيك انه هيروح يفتح البانيو هيملى الميه عايز يجرب حاجه انت ما جربتهاش. انت على ايامك كنت صغير ما كانش عندك بانيو، كنت بتستحمى في الترعه. كلنا كنا بنستحمى في الترعه، وكان لازم ان انا انزل تحت الميه كده واكتب نفسي واشوف هاخد وقت قد ايه وبتاع فالكهرباء
الكهرباء، كان يقول لك دي كهرباء اوعى تلمسها هتموت. وكنت اشوف الحاجه او الحاجه بيلعبوا في الكهرباء ويعملوا فيشه لوحدهم كده وبتاع، فكان لازم تمسك معلقه او اي حاجه فيها حديد عشان تجرب بس كده شكل يعني ايه كهرباء دي، عايز اشوفها قبل كده. الاطفال برضو عندهم حب التجربه، ما يعرفش يعني ايه، فبيملى البانيو وبيجرب، فدخل في بقه ميه ياخد نفس في نفس في نفس، هوب ما فيش عيل. شويه وانت عمال تلعب ولا كنت في الشغل ولا ملهي في الحياه الدنيا، وفجاه هتلاقي حد بيضيع منك. هتبدا بعد كده انك تاخد بالك، انك تقفل الحمام بالمفتاح او انك تخرم البانيو او تشيل الحمام من البيت. كم من طفل مات بسبب انه اتكهرب في البيت بسبب سلك عريان؟ وكم من طفل مات في طشت الغسيل؟ وكم من طفل مات نط من البلكونه عشان البلكونه قصيره مكسرنيه علوها شويه؟ وما يعني البنانين ما ياكلوش عيش ولا ايه؟ وكم من شغلانه ابني السور بتاعها بعد حاله الوفاه ما تحصل؟ مش يتصل عليا قبل ما حاجه تحصل، لا يصب السقف ويقف على كده، لما عيل صغير يقع يتصل عليا يقول لي تعالى ابني السور عشان عندنا حاله وفاه. طبعا المشهد اللي كان هيجي طبعا انا حذفته عشان خاطر اليم شويه. الراجل هيقوم يلاقي ابنه في حمام السباحه ولا البانيو فهيصوت ولا شوف هيعمل ايه. الموقف نفسه ابشع من اللي حصل. ومعلش سامحونا على التمثيل الزباله اللي كنت بعمله انا وعيالي يعني كده. من غير مش كده ولا ايه؟ يعني يا ريت لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك، اللايك مفيد جدا والله يا اخوانا. اصحاب قنوات اليوتيوب بينصحوا ان اللايك ده مفيد لعضلات القلب عند اصحاب القنوات. اسمع من اخوك. السلام عليكم.